الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة، نتابعها مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريام، شكرا أدا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 551 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظي البنك المركزي اعتبارا من 27 من نوفمبر الجاري ولمدة عام، حيث جاء تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: يواصل جهاز حماية المستهلك شن حملات مكبرة وموسعة لضبط الأسواق والتأكد من عدم احتكار السلع المقدمة للمواطنين. الحملات تمثل خطوة مهمة تجاه حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف. استمرارا لجهود الدولة في ضبط الأسواق من خلال حملات مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار وتوافر السلع المقدمة للمواطنين. التركيز على المخالفات الرئيسية لقانون حماية المستهلك، الإعلان على الأسعار، الإعطاء الفواتير، المواد الغذائية محفوظة بشكل سليم، التواريخ الصلاحية بالنسبة للمخازن الملحقة بالمحال التجارية دي، في مخازن مرصودة إدارة مراقبة الأسواق والتحريات رصدين مخازن معينة اللي هي متوقع نلاقي فيها حجب للسلع الاستهلاكية. الحملات خطوة مهمة على أرض الواقع بعد تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك تجاه حالات المبالغة في الأسعار واحتكار السلع ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مخالف يستغل تلك الظروف. بناء على الخطط التي يضعها جهاز حماية المستهلك لإدارتي الرقابة على الأسواق والتحريات وذلك ضبط الأسواق من خلال رصد بعض المخازن والمستودعات التي تقوم بحجب السلع عن المستهلك، يقوم أعضاء الجهاز بتكثيف حملاته على هذه المخازن لمنع حجب هذه السلع ووصولها للمستهلك بسعرها العادل والمنصف. احنا بننزل نستهدف كل السلع، بس احنا الأيام دي مركزين على السكر وعلى السجائر لأن هم دول أزمة كبيرة الأيام دي. تأتي هذه الحملات بتوجيهات من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة. تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول انطلقت النسخة الثالثة من معرض الذهب والمجوهرات نيبيو الذي يستمر على مدى 3 أيام. يجمع المعرض كبرى العلامات التجارية في هذه الصناعة. تأتي النسخة الجديدة من المعرض لتحقيق مجموعة جديدة من أهداف الشعبة من تنمية الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، فضلا عن دعم مصممي المجوهرات المحليين في عرض تصميماتهم أمام دور الإنتاج المحلية والدولية. المعرض ده تأسس من 4 سنين، بدايته ان كانت 3 شركات هي اللي متجمعة بتحاول توجد معرض. المعرض السنة دي والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها كل سنة بيزيد قوة. تصميم الحلي ابتدى معايا هواية في الأول وبعدين قلب جد بقى، فلما لقيت تشجيع من اللي حواليا وابتديت اخد كورسات في صناعة الحلي. يعني بالنسبة للتصميم نفسه كانت اجتهادات شخصية، بس تصنيع الحلي نفسه عرفت بقى ازاي بيتعمل علشان اعرف اصمم.
أنا بشتغل مينلي فضة وذهب، بشتغل كان بقالي فترة أنا بحب أجمع الستونز اللي أنا وأنا بسافر في حتت كتير في مصر بحب أجمع الستونز، ناتشرال ستونز موجودة في الأرض، فقعدت أجمعهم مدة طويلة من غير ما بعرف أعمل بيهم إيه، لحد ما قررت فجأة إن أنا أبدأ أشتغل بيهم ماي أون بروجكت، لأن كنت الأول بعمل مثلا حاجة بندنت ليا، حاجة هدية لصحابي، بعد كده بدأت أطور الموضوع عملته بقى بروجكت. يعني الماكينة هنا بتساعد صناع الذهب عامة على الحفر والتقطيع على كل أنواع الذهب بدرجاته، في ناس بتقطع بيها شتات نحاس وتتليها بعد كده، في ناس بتحفر على الذهب والفضة، أيا كان بقى الشكل، رسومات، كتابة، أسماء، صور شخصية ممكن تحفرها برضه مفيش مشكلة. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال، قال إن إجمالي إنتاج المحاصيل الزراعية الأوكرانية يبلغ 79 مليون طن، لافتا إلى أن البلاد ستستهلك 25% فقط من هذا المحصول. أوضح شيميال أن بقية هذه الكميات التي تمثل 75% سيتم تصديرها إلى الخارج، إلى الدول التي تعاني من مجاعات. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أدا وريان، فليكم.